مشاهدينا الكرام، من أجل الحديث أكثر وضوحاً وقرباً ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور حسن شحاتة، أستاذ تطوير المناهج بجامعة عين شمس. دكتور حسن، أهلاً بحضرتك ضيفاً كريماً على شاشة التلفزيون المصري. أهلاً بك يا فندم. دكتور حسن، اليوم هو يوم مميز في الحياة التعليمية وفي العلم في مصر بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا اليوم، احتفال بيوم تفوق جامعات مصر. إلى أي مدى وصلت العملية التعليمية في مصر؟ وأيضا إلى أي مدى يمكن أن تحقق نتائج الموسى إيمانا من الدولة المصرية وقيادتها بأن الدولة لن تتقدم إلا بالتعليم، والتعليم أيضا الممنهج والمثبوت بأسس علمية سليمة؟ الحقيقة طبعا أنا بشارك سيادتك في أن القيادة السياسية وضعت التعليم أولوية أولى ومدخل إلى الجمهورية الجديدة، والنقلة النوعية في التعليم هي زي ما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بناء إنسان جديد للجامع للمجتمع الجديد وللجمهورية الجديدة، يفكر ويفسر ويعلل ويبدي رأيه ويحترم ثقافات الشعوب ويتقبل الآخر، إنسان عالمي على أرض مصرية يتعامل مع كل التقنيات والمكتشفات والمخترعات الحديثة بكفاءة واقتدار. ده اللي هو آلية النقلة النوعية زي ما حضرتك قلت في الدخول إلى الجمهورية الجديدة. وهذه النقلة النوعية لابد إن هي كان موجود بيئة مساندة ومساعدة. هذه البيئة هي تنويع 100 جامعة موجودة، تقريبا 96 جامعة موجودة في مصر، منها 27 جامعة حكومية و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية و25 جامعة خاصة بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية ورافد الجامعات المتميزة في مصر. ودي توجهات السيد الرئيس، قال لابد ان احنا نضع التعليم المصري في اطار المنافسة العالمية، بمعنى ان احنا نعد المتعلمين في مصر وابناء مصر وشباب مصر الى المستقبل، نعدهم للمستقبل للوظائف الجديدة للارتباط التعليم بسوق العمل، لان الاستثمار هو غاية مهمة جدا، الاستثمار في التعليم. ان احنا نمهن ونهيئ ونزود المتعلمين في الجامعات بمهن وصناعات تتفق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. طيب دكتور حسن، الوقت هم في ذات الوقت بنظرائهم في الجامعات المتقدمة والإمكانات المتقدمة. هنا بنجد أن عندنا الجامعات بكل أنواعها اهتمت بالجانب الأكاديمي يقدم للطالب في الجامعة والجانب الميداني. طيب كيف يمكن الربط ما بين العملية التعليمية وسوق العمل يا دكتور حسن؟ احنا بنشكر رجال الأعمال طبعا على أساس أنهم أتاحوا فرصة كبيرة جدا في إنشاء جامعات خاصة وجامعات أجنبية وروافد للجامعات الأجنبية في مصر، وأن هم دربوا أبناء مصر في شركاتهم ومصانعهم ومتاجرهم. وإن دكتور حسن تسمعني، هل تسمعني يا دكتور؟ مراكز للبحث العلمي في كل الجامعات، بمعنى ان البحث العلمي بيخدم على التعليم، وان البحث العلمي هو آلية تطوير التعليم وليس تطوير التعليم بالاعلانات وبالمزايدات وبالكلمات. تطوير يعني التعليم هذا ما تحدث على عنه طلبة في مصر في كل المحافظات. حضرتك ما تشوف العاصمة الإدارية الجديدة وتجد روافد الجامعات الأجنبية على أرض مصرية، أما تشوف العالمين وتجد روافد الجامعات المتميزة عالميا موجودة في مصر. أصبح التعليم حضرتك استثمار طويل الأجل، استثمار في الدول العربية في السياحة التعليمية. أصبح الآن الدعوة إلى أن مصر مركز للإشعاع التعليمي في المنطقة العربية، وده صنع رافد اقتصادي لمصر. في ذات الوقت أصبح التعليم استثمار طويل الأجل، استثمار في الإنسان واستثمار في الأبنية واستثمار في المعامل. طيب دكتور حسن، هل تسمعني يا دكتور؟ هل تسمعني يا دكتور حسن؟ معاك يا فندم. الدولة المصرية حققت والجامعات المصرية حققت تقدما ملموسا في العشر سنوات الماضية في التصنيفات الدولية للجامعات. كيف يمكن ربط العملية التعليمية والجانب النظري في الجامعات المصرية بما يحتاجه سوق العمل؟ طبعا حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة،
من 2014 منذ ولايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهوريه مصر العربيه في الولايه الاولى، وهو اصبح كان التعليم بنسبه 19.8% من الشباب من عمر 18 سنه ل 22 سنه هم اللي في الجامعه، اصبح الان 39% ونص من الشباب من 18 ل 22 سنه في الجامعه، ده مؤشر الى ان في الاتاحه موجوده للطلاب، الشباب المصري اصبح بيدخل الجامعه واصبح التعليم الجامعي غايه للاباء والاولياء الامور وليس ترف ولكنه وظيفه، اصبحت استراتيجيه تطوير التعليم الجديده قائمه على ربط الاقليمي بين الجامعات الحكوميه والخاصه والتكنولوجيه والاهليه لخدمه المصانع والشركات في داخل المنطقه، فاصبح التعليم ليس في برج عادي ولكن التعليم لخدمة الصناعة ولخدمة الزراعة ولخدمة تتنيم وزيادة الموارد الصناعية والموارد الزراعية لمصر، وأصبحت التكنولوجيا هي العامل الأساسي والمشترك، والذكاء الاصطناعي دخل في الجامعات، حتى بعض الجامعات أنشأت كليات للذكاء الاصطناعي، أصبح التعليم المصري الآن في اطار المنافسه العالميه، اصبح التعليم المصري الان بيرتبط بسوق العمل المستقبليه سواء محليه او قوميه او عالميه، اصبح التعليم المصري الان بيدي اتاحه للشباب بنسبه حوالي 40% من الشباب المصري من سن 18 22 في الجامعه، احنا بنطمح الى مزيد من كده نصل الى 60% ان شاء الله في الخمس سنوات القادمه. طيب دكتور حسن شحاتة أستاذ تطوير المناهج في جامعة عين شمس، لو تحدثنا عن فكرة المكاشفة والمصارحة والتي طرحها وتحدث فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة اليوم، عن أن الجميع في الدولة المصرية ومن يهتمون بالتعليم يعني نحتاج إلى تفكير ممنهج ومكاشفة ومصارحة للوقوف على نقاط الضعف، وبالتأكيد هناك بعض القصور ربما ليس في مصر ولكن في العالم أجمع، كيف يمكن البناء على ما تقدم من وضع استراتيجيات معينة لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل، والعمل أيضا على جذب كالماضي جذب يعني من يرغبون في التعلم إلى الدولة المصرية بعيدا عن يذهبوا إلى دول أخرى؟ برفع القبعة وشابوه للسيد الرئيس، السيد الرئيس أول رئيس دولة ما يهموش الكلام المنمق بالكلام المعسول، يهمه الواقع، يهمه تطوير الواقع. السيد الرئيس أما وجه الكلام لوزير التعليم التربية والتعليم وقال له أن في مشكلات في التعليم ما قبل الجامعي، في عدم استيعاب، في كثافة فصول عالية، في قصور في المدرسين، في قصور في أعداد المدرسين، في قصور في الأنشطة، في قصور في المعامل، كل ده يدل على ان رئيس دوله ما يهموش الشكل لكن يهمه المضمون، يهمه الواقع، يهمه ان احنا ننتقل بالتعليم الاساسي اللي هو بدا زي ما قال السيد الرئيس اللي هو بيقدم الوجبه الرئيسيه وبيقدم المفاهيم الاساسيه واللازمه للطلاب في مرحله الاعداد الاولى اللي بتشكل البناء الانسان، ده ضروري جدا. ودي فيها اشاره حضرتك لو سمحت لي، اشاره الى رجال الاعمال الشرفاء ان هم يقتنعوا بان التعليم ليس قضيه وزير او وزاره ولكن التعليم هي قضيه امه وقضيه دوله كل مجتمع. نعم دكتور حسن، لابد ان رجال الاعمال يشاركوا، اهل الخير يشاركوا، الكل مدعو الى المشاركه في هذه العمليه. نعم كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الاستاذ الدكتور حسن شحاته استاذ تطوير المناهج في جامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخله.